إلى بجاية نقلت مصالح بلدية توريرث إغيل بدائرة الدكار شبابيك الحالة المدنية إلى قرية شرفة بعد تعرض المقر إلى عملية حرق من قبل مجهولين، في حين باشرت ذات المصالح عمليات تهيئة وتنظيف للمكاتب المحروقة. تغطية مهدي إدرن. أيام قلائل بعد حرق وتخريب مقر بلدية توريرث إغيل بدائرة أذكار في ولاية بجاية، أمس إعادة إصلاح الخسائر الناجمة من هذا العمل الهمجي من أولوية البلدية لاستمرار خدمة مصالح الحالة المدنية والخدمات الأخرى. يكمل السيرفيس بيبليك نو زالون ايسيي دو هذه كمل كني نزمر دون لي كونديسيون كون بو اما ذا غير او نيفو لا ستركتور ذا غير توريث غير سونت نرغ لونتين ادمينستراتيف نشرفها يعني لي سيرفيس كودون. ويبقى الحد الأدنى من خدمة مصالح الحالة المدنية متوفر في قرية شرفة الذي لا يكفي لتلبية احتياجات سكان بلدية توريرث إغيل. الشاشة كنا غيرها لبزوانا نصم اونديكابي قرار لزون ديكابي دي رابور الموما قرار لزون ديكابي ساعة الشاشة شرفة ما سي با سيفيزون قريك السواريض السواريمت في المما كويت كل شيء يرغى نكوني باش نخدم لي بزوان ديالنا ولا الشند هاد نخدم اكتيالمون الا اين سند هاد نخدم ها كاين الحوايج تيم شطاح كاين درنا الا كان شرفه مي الحوايج تيم قرانينا كاين ونزمير هاد نخدم. وفي انتظار استكمال الاشغال واعاده ترميم مقر بلديه توريرث اغيل يبقى سكان المنطقه في ترقب للحاله التي آلت اليها مقر بلديتهم، آملين اعاده خدمتها في اسرع الاجال.